ولفتح ملف المخدرات وانتشارها في أوساط المنتسبين والموظفين الحكوميين. ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أوروبا، حنان عبد اللطيف. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. بحسب إحصائيات مديرية مكافحة المخدرات في العراق، فإن أكثر من 13 ألف متهم بتجارة المخدرات يتم القبض عليهم خلال العام الجاري. هذا الرقم ألا يدق ناقوس الخطر ويستدعي إجراء حقيقي وعاجل في العراق؟ نعم سيدي الكريم، بالتأكيد هو خطر كبير يحدق بشباب العراق، يعني خاصة إذا ما علمنا أن هناك أجندات إقليمية وسياسات خارجية ومحلية لتدمير الشباب العراقي من خلال نشر وتسهيل شراء وتعاطي والاتجار بالمخدرات. نعرف أسباب تزايد أعداد المنخرطين في تجارة المخدرات، فجميع العراقيون يعلمون أن معظم قادة الميليشيات ومسؤولي الدولة وأبنائهم متورطين في هذه التجارة، بل ويحمون الواجهات التي تعمل لترويج بضاعتهم. وخير مثال على ذلك ابن محافظ النجف السابق، نعم، القيادي في حزب الدعوة لؤي جواد الياسري، الذي تم إلقاء القبض عليه وبحوزة 8 كيلوغرام من المواد المخدرة، نعم، ليقوم الرئيس السابق برهم صالح بإصدار عفو رئاسي عنه بعد أن كان محكوم بالمؤبد. إضافة إلى عشرات القصص لضباط عراقيين قامت حكومات الأحزاب بمعاقبتهم لأنهم ألقوا القبض على تجار المخدرات الإيرانيين وأودعوهم السجن، وجرى إخراجهم بأوامر من السفارة الإيرانية مع تقديم الاعتذار لهم. هنا يؤكد أن الدولة هي من تسهل الاتجار وإدخال المخدرات للعراق. طيب، هنا ما الدور المحدد الذي تلعبه الميليشيات في تزايد الظاهرة، وما مسؤوليتها عن انتشار تجارة المخدرات ناهيك عن تعاطيها كما يتهمون؟ سيدي الكريم، احنا نعرف ان الميليشيات الموجودة في العراق هي تأتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني، وهذا الأخير يتاجر بالمخدرات واتخذها مصدرا من مصادر تمويله واغتناء قياداته من هذه التجارة. اليوم جميع الدول تعاني من تنامي تجارة المخدرات في الدول العربية أو الأوروبية أو الإفريقية أو حتى في أمريكا اللاتينية، وجميع المافيات والعصابات المنتشرة في هذه الدول تتاجر بالمخدرات لديها ارتباطات مع الحرس الثوري الإيراني. وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن حوالي 40% من المخدرات موجودة في إيران و 60% تنتقل إلى العراق ومن العراق إلى تركيا وأذربيجان ومنها إلى أوروبا. وطبعا هو لاستهداف الشباب العراقي وللشباب العربي لأنهم قادة وبنات المستقبل، وهم من يساهمون في تطوير وتنمية أوطانهم ويحدثون التغيير عندما يحيد النظام عن طريق العدل والقيم الإنسانية. نعم. طيب، ما مصلحة الميليشيات المنظورة وغير المنظورة في انتشار تجارة المخدرات في العراق؟ نعم سيدي الكريم، طبعا انتشار المخدرات هو أولا كما قلنا سلفا هي تجارة تستخدمها للاستناء، وأيضا لتحقيق سياسات وأجندات نظام الملالي في العراق، نعم، الذي يريد تدمير الشباب العراقي وأن لا يكون له دور فعال في بناء بلده ولتدمير المجتمع العراقي. ولهذا نجد أن معظم المتورطين في هذه التجارة هم من قادة الميليشيات. طيب، وزارة الداخلية أبدت استعدادها لإجراء فحص لمنتسبيها بشأن تعاطيهم المخدرات، رغم نفي وزارة الصحة لتقديمها لهذا المقترح. كيف ترين هذا التضارب وإلى أي مدى يعكس أنه محاولة للتعتيم؟
نعم. طبعا أنا أجد نوع من التوظيف الإعلامي والدعائي لوزارة الصحة الذي قوبل برفض قاطع من قبل مديرية مكافحة المخدرات التي أوصت أن يتحول هذا المقترح إلى قانون ضمن قانون مكافحة المخدرات. طبعا إحنا نعرف أن هذا العمل هو نوع من التخلي عن المسؤولية، لأن من الأمور المسلم بها أن موظفي الدولة وخصوصا منتسبي القوات الأمنية عند تقدمهم للوظيفة مطالبين بتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك وسجل خالي من الإجرام وشهادة فحص طبي، لكننا اليوم في زمن حكومات الفساد نرى أن يتسنم المناصب العليا في الدولة أشخاص فاسدين متواطئين يسهلون بل ويتاجرون في المخدرات، ولذلك نراهم يتصارعون فيما بينهم على ملف إدارة المنافذ الحدودية الذي الذي يعني متورط في هذه التجارة. من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أوروبا حنان عبد اللطيف، شكرا جزيلا لك.